إذن للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. أهلا بك دانا. إذن يعني مع هذه التناقضات، مع هذه الاختلافات بين غانتس ونتنياهو والتصريحات ربما التي يدلى بها من قبل الطرفين وحلفائهم، يعني ما أبرز ما تدور حوله هذه الخلافات دانا؟ نعم منى، هنالك العديد من الخلافات التي تثار وتنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية، بداية بين نتنياهو وأعضاء الليكود ذاته من خلال قانون تعيين الحاخامات في السلطات المحلية. وهنالك البعض من أحزاب وأعضاء في حزب الليكود كانوا قد قالوا بأنهم لن يمرروا هذا القانون، هذا يعني بأن نتنياهو سيخسر شرعيته لربما في داخل حزبه، والحديث عن عدم قدرته على تمرير مثل هكذا قوانين. لذلك قد يلجأ بنيامين نتنياهو إلى ضمان وتمرير هذا المشروع بعد ضم إتمار بن غفير، أو ضمان أن يكون إتمار بن غفير واليمين المتطرف إلى صفه. ولهذا نقلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن هذه المرة نقلا عن وسائل إعلام عربية ولا تأكيدات إسرائيلية حتى اللحظة، بأن بنيامين نتنياهو قد يوافق على ضم إتمار بن غفير إلى تشكيلة المجلس الوزاري المصغر الجديد، وأعني بذلك المنظمة التي ستكون بديلة عن كابينيت الحرب الذي حله بنيامين نتنياهو. ولكن التلاسن الذي كان قد حصل أمس بين إتمار بن غفير وبين نتنياهو قد نستبعد من خلاله أن يكون هنالك بالفعل ضم لإتمار بن غفير لهذه الحكومة. نتنياهو يتهم بن غفير بأنه هو من يسرب المعلومات والقرارات من داخل الاجتماعات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية وإلى الشارع الإسرائيلي، وطالب بوضع جهاز للكشف الكذب. أما إتمار بن غفير فقال بأنه يجب أن يخضع جميع أعضاء الحكومة إلى كشف الكذب وبما فيهم بنيامين نتنياهو. كذلك الحال، هذا الخلاف يتعمق إذا ما كان بالفعل هنالك ضم لإتمار بن غفير لمجلس كابينيت الحرب، وهذا ما لا تريد الإدارة الأمريكية على الرغم من قولها بأن هذا شؤون داخلية، ولكن وجود إتمار بن غفير في هذه الحكومة يعني المزيد من التطرف واليمينية، يعني استمرار الحرب وعدم الوصول إلى صفقة وتصعيد الأوضاع في الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، وهذا ما لا تريده الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل التوتر في العلاقات وفتور العلاقات بين الإدارة الأمريكية وبين بنيامين نتنياهو، وخاصة بعد مقطع الفيديو الأخير الذي نشره بنيامين نتنياهو من خلال مكتبه يتهم فيها الإدارة الأمريكية في تأخير الأسلحة والذخائر التي تصل إلى إسرائيل. هذا ما أثار غضب مجموعة من النواب في داخل الكونغرس الأمريكي، حتى ذهب فيهم الحال للقول أنه لربما مثل هكذا تصريحات، مثل هكذا اتهامات في الوقت الذي أمريكا تواصل دعمها العسكري والاستراتيجي والدبلوماسي إلى إسرائيل، لربما هذا قد يؤخر أو يمنع أو يلغي الخطاب المنتظر لبنيامين نتنياهو في داخل الكونغرس أمام مجلسيه النواب والشيوخ، أو في أحسن الأحوال قد يقاطع النواب هذه الجلسة، وهذا يعمق هذه الأزمة المتأصلة أصلا بين إدارة بايدن وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما علق عليه أصلا غانتس ولبيد بأن مثل هكذا تصريحات قد تسيء العلاقات والوضع الاستراتيجي ما بين الحلفاء، ويقصدون بذلك أمريكا وإسرائيل. أما كل هذه الضغوط أيضا تمارس أي من أين، وانعدام الثقة يمارس من الشارع الإسرائيلي. صبيحة هذا اليوم مجموعة من النشطاء من النساء تحديدا الناشطات قاموا بإغلاق شارع أيلون في تل أبيب للمطالبة والضغط في صفقة التبادل. وول ستريت جورنال كانت قد قالت بأن أعداد الأحياء من المحتجزين في غزة قد يصل إلى 50 محتجز. لذلك كان هنالك بيان الآن قبل قليل صدر من عوائل المحتجزين يقولون بأنه يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ زمام مبادرة الأمور والموافقة على هذه الصفقة وتمرير هذه الصفقة، لأنه لا فرق بين إخراج الأحياء والأموات، ويجب أن يتم إخراج جميع المحتجزين. ولربما هذا يفسر أيضا منى بأن مزيد من الضغط الإسرائيلي سيمارس على الحكومة الإسرائيلية، والتي سيجد نتنياهو نفسه أمام أمرين أحلاهما مر، إما الانصياع لليمين المتطرف إتمار بن غفير وسموتش والاستمرار والمضي قدما صفقة التبادل، وإما الانصياع لما يمليها الشارع الإسرائيلي المتمثل إتمام هذه الصفقة. نعم دانا، أود أن أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من القدس المحتلة مراسلتنا من هناك دانا أبو شمسية.